مصاريف كسوتش تصيف محتاجة بابا وماما سوبرمان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان تربية وصريخ خناقات تخطيخ وعمالة شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب نفسي حد يقول لي خد دراعي خد المشيكات وعليا كوم طلبت تخد العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالساهل بديه الليلة تكاليف مصاريف كسوتش تصيف محتاجة بابا وماما سوبرمان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يا رب على دي الليلة أنا دي النهار في الساقية دور والشعر شاب وأنا لسه شاب إشي وصل مية ووصل نور الصبر من عندك يا رب العيلة وجو العيلة ومين بيربي وشال الشيلة ده حوار اوفر يا معلم مش بالساهل لديه الليلة تكاليف مصاريف كسوتش تصيف محتاجة بابا وماما سوبرمان ومدارس عايزة فلوس يا لطيف وبقى مفتوحة في كل مكان تربية وصريخ خناقات تخطيخ وعمالة شغالة في البيت يا ظريف يا سلام يا سلام واللحمة بكام عنا يلا عشان تلحق تسحري. بابا انا صحيح جده عبده يعمل عمليه بكره بجد. ايه ده هو جده هيعمل عمليه؟ يا حيوان وهي كده كده كانت هتعرف. هو جده هيعمل عمليه؟ دي عمليه بسيطه ان شاء الله يا حبيبتي. كولي بس قبل ما الفجر يدا وادعي له ربنا يقومه بالسلام. طب ينفع اجي معاكم المستشفى؟ لا خليكي بكره انت تقعدي مع ست انصاف واحنا هنطمنك بالتليفون. ما بتاكلش ليه؟ كل البيت ده مش البيت ده هاي هد دماغك قدام فيه. ايوه الحركه انا بعملها عليك. عمتي ما تقعدي في حته خالتينا يعني. بتقول ايه؟ بقول لحضرتك خالتي يعني. اسكت يا عبد العزيز مش قادره اسمع صوت خالص. حاضر قولي لها تهدى عشان كده ممكن تقع مننا. بس بقى يا عبد العزيز لحسن انا قلقانه قوي. شوف ايه ده ايه اللي جابها دي كمان؟ مساء الخير. اهلا ازيك يا استاذ؟ الله يسلمك. سلامه عمي الف سلامه. بقاله كتير جوه؟ بقاله كتير قوي. بقاله 10 دقايق بس. اسكت يا عبد العزيز. ربنا يطمنكوا عليه ان شاء الله يا مستر عبد العزيز. وانتوا عرفتوا منين؟ مفيش كريم وياسمين طول اليوم بيعملوا شير للخبر على الفيسبوك وعايزين الناس يدعوله. يا حبايبي من الاولاد عرفوا من الاولاد. ها جيل اليومين دول غريب قوي يعني بيقتنعوا ان الدعوه على الفيسبوك مستجابه. انا بقى هستغل رمضان ده واعمل خير كل يوم عشان جده ربنا يشفيه يا رب. لا ده مش بلبسه اصلا هوزعه. وانت صغير. لا لا بحبك خليك خليك. وانتوا كلكم بقى كده. ايه ده؟ الفلوس دي كلها؟ دولارات كمان؟ مفيش غيرك يا ست صفصف. كريم كريم يا كريم اصحى يا كريم اصحى. في الزراعه هاتي لي كوبايه ميه. ميه ايه لسه المغرب ما اذنش. اصحى اسمعني. ولما هو ما اذنش بتصحيني ليه يا عره؟ كريم كريم فاكر الحكايه بتاعت علي بابا والزلع المليانه ذهب وياقوت ومرجان؟ علي بابا ايه اللي انت بتصحيني عشانه ده؟ انت متخلفه؟ انت عيانه حبيتين في رموكس وكوبايه. ما بحذرش يا سخيف. انت اصحى بقى بص ركز ركز. لقيت في الدولاب بتاع صفصف زلعه مليانه دولارات. دولارات هتتكسر ايه؟ بتقولي ايه؟ زي ما بقول لك كده.
زي ما بتقولي. انت متاكده من الكلام ده؟ ايوه تعالى هوريك. يلا بينا. انا كمان كنت متنحه كده اول لما شفته. هي جابت الدولارات دي منين؟ مفيش غير انها باعت الارض. هي بالطريقه دي اكيد باعت الارض وقبضت بالعمله الصعب بنت القروبه. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنقولها ان احنا عرفنا ولا نقول لبوبي؟ ولا هنعمل ايه؟ ما هي مدام باعت يبقى اكيد عامله لبوبي مفاجاه وهتديله الفلوس، بس المره دي فلوس بجد مش زي الكام الف اللي كانت هتديهم له ميس ناديه. يا حبيبتي يا صفصف، بس مش فاهمه ليه حطها في زلعه كده. يا بنتي الناس اللي زي ست انصاف دي الحواديت بتاعت زمان شغله دماغهم، يعني تلاقيها كانت حاطه الفلوس في الزلعه ومستنيه الوقت المناسب عشان تديهم لبابي وتقول له افتح يا زين. تفتكر ده السبب يعني؟ يا بنتي دي اوفر وانا عارفها. اهم حاجه دلوقتي نرجع الحاجات دي مكانها في الدولاب ونطلع بره ونلطف معاها ونهشتكها ونهننها لحسن تغرق اياها ولا حاجه. طب يلا بسرعه. هو الدولار عامل كام دلوقتي؟ صفر يا بور اربط عندك نزلني في البلد بلا امريكا بلا. الله عظمه على عظمه يا ست. خضتني يا كريم. كويس انك جيتي يا ياسمين. بقى اقعدي بقى كملي السلطه عشان نلحق نخلص الفطار للناس اللي جايه من المستشفى دي. سلطه ايه وبتاع ايه؟ انت تسيبي ده خالص وتيجي كده معانا بره، انت تقعدي زي البرنسيسه واحنا نعمل لك كل حاجه. بلاش بقى مقلات عليا يا عيال، انا عايزه اخلص الاكل احسن يتحرق. ما يتحرق ولا يولع بجازي الاكل، اهم حاجه انت يا ست انصاف صحتك عامله ايه؟ الحمد مش لله. مش ناقصك حاجه؟ لا يا حبيبتي. ده احنا نشيلك فوق راسنا. لا لا يا حبيبتي تسلمي. الحمد لله. شكلك تعبانه ووشك اصفر. لا لا مش تعبانه ولا حاجه ولا ناقصه. طب انت مش محتاجة اي حاجة؟ لا يا حبيبي، هو ابوك مخليني محتاجة حاجة؟ بابا يا سلام على بابا. بابا ده طيب وامير وابن امرا، دايما شايلك في عينيه والله، وكل يوم يوصيني عليك شهادة حق لازم اوصلها لاصحابها. طب والله العظيم انا دايما بدعي له واقول له الهي يا رب ربنا يرزقه من حيث لا يحتسب. خدتي بالك من حيث لا يحتسب دي؟ امين يا رب. اوعوا بقى خلونا نخلص الاكل. ايه انت رايحة فين؟ احنا هنعمل لك كل حاجة انت عايزاها. يلا يا كريم بسرعة. يلا. الله، وهتعرفوا تشهقوا على الملوخية؟ ده انا اشهقلك بالحق. يا العيال دي اتجننت ولا ايه؟ الف حمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ماما كانت هتموت من القلق عليك يا بابا. بنت اسكتي، جوزك فين؟ ما جاش لغاية دلوقتي ليه؟ انا غلطانة اني بعته وما روحتش انا بنفسي. ما تقلقيش يا ماما، زمانه جاي. يا عم حمد لله على السلامة. ان شاء الله زي الفل اهو ما شاء الله. شكرا. تعالى يا عبد العزيز. قولي وديت العينة المعمل؟ وديتها وكله تمام ان شاء الله. الحمد لله. اتاكدت ان هم ما بدلوهاش يعني وهم بياخدوها منك؟ لا مين اللي هيبدلها؟ ما حدش بدلها طبعا، ما تقلقيش حماتي. امال فين النتيجة؟ النتيجة كمان 10 ايام ان شاء الله. 10 ايام؟ ليه؟ هيعملوا بالعينة ايه عشان 10 ايام؟ ما انا سألت هل في مستعجل ولا ما فيش مستعجل صراحة يعني، قالوا لي لا ده مش كشف دكتور، في مستعجل ومش مستعجل، فيعني ان شاء الله 10 ايام وكله خير يعني. كتير يا عبد العزيز، كنت طلعت 50 جنيه من جيبك وحطيتها في ايد الراجل، كان اداك النتيجة وانت واقف مش نستنى. انا غلطان اني بعت 50 جنيه. ايه اللي اديها في ايد الراجل؟ هو انا رايح اجيب نتيجه من كنترول؟ بغض النظر عن الموضوع ده، انت عايزاني كمان ان انا ادفع رشوه في رمضان وانا صايم؟ خلاص بقى يا سكينه، خلاص الراجل كتر خيره وادى العينه في عز الحل والصيام ده عشان خاطرك. خلاص يا حبيبي. وبعدين اقول لك حاجه، انا شفت العينه قبل ما تروح للمعمل، ما فيهاش اي حاجه، خير ان شاء الله. خلاص بقى، مدام انت شفت العينة وعرفت النتيجة، يبقى هننتظر ليه نتيجة العينة تيجي من المعمل. كفاية عليا ان انت شفتيها واطمنتي. ربنا يخليك لي يا عبدو، مريحتنيش منك ابدا. يا رب. وانت كمان. بقولك ايه، هو ابوك وامك كارفين على المسلسلات التركي؟ لا تركي ايه، دول عدوا التركي والمكسيكي والهندي، دول داخلين على حاجه انا معرفهاش. هو انت مش طالعه رومانسيه زي ماما؟ بصي بصي بتعمل ازاي. يلا يا زيزو بقى، يلا يا زيزو بلاش اي كلام. الدولار عامل النهارده كام يا ياسمين؟ في الطالع يا كريم والله، ده لو بعته بسعر البنك هتكسب، ما بالك بقى لو بعته في السوق السوداء. طب وبالنسبه لليورو؟ لا بالنسبه لبقى اليورو ده مش فاهم. مش انتوا بتتاجروا في العمله ولا ايه؟ لا يا بابا احنا بنتكلم في الثقافه العامه. يا سلام يا سلام على الثقافه العامه.
ما تخليك الاول في الثقافه الخاصه وتخلص امتحاناتك وبعدين تهتم بالثقافه العامه. اصل هو موضوع محير يعني، زي ما انت شايف كده الدولار في الطالع، فانت مثلا يعني لو جالك مثلا شويه دولارات هتبيعهم ولا هتسيبهم يمكن سعرهم يزيد؟ انا شاكك فيك انتوا الاثنين في حاجه غريبه. يا ست نصفي ايه؟ بتصلي المغرب. لا صحيح يا بابا، النهارده ماما هتبات مع جده. مش عارف يعني، متهيألي جدتك هي اللي هتبات مع جدك وماما هتيجي على العشاء ان شاء الله. زيزو الحان يا زيزو، شكلها فتحت الدولاب. يا ست انصاف، في ايه في ايه؟ ايه ده، ايه الفلوس دي؟ ما اعرفش والله يا ابني، انا بفتح الدولاب بصيت لقيت الفلوس ده والزلعه مكسوره. زلعه مكسوره؟ والزلعه دي ايه ده؟ ايه الفلوس دي كلها؟ ده ولا كنز علي بابا. الفلوس دي ايه اللي جابها هنا؟ الزلعه دي ايه اللي حطها في الدولاب؟ انا مال، انا اصلا دي مش اوضتي، ما بنامش فيها. الدرافه بتاعها وهي بتحط لبسها فيه. الفلوس دي جت ازاي هي والزلعه جوه الدولاب؟ الزلعه ديك امانه في رقبتي يا اخويا، وما كنتش اعرف ان فيها كل الفلوس دي. مين اللي اداها لك؟ ربيع. ربيع؟ وكنت عارفه ان فيها فلوس؟ لا يا ابني، ده البدا يعني قصدني ان هو يشيل زلعه المشي دي عندي عشان كان هيرش الاوضه وخايف للمشي يبوظ. المشي يبوظ. طيب كويس قوي، هاتي لي كيس بسرعه. مفروض حاجه زي كده كنت تقولي لي عليها يا ست انصاف. معلش يا ابني، ما انا ما قدرتش ابص في الزلعه، ما هي دي امانه. الامانه يا ست انصاف ان انا مامنك على البيت، تدخلي مصيبه سودا جوه البيت ممكن تعمل لنا احنا كارثه. يا لهوي، يا نهار اسود، يعني فلوس ما طلعتش في الاخر بتاعتها؟ لمولي الفلوس دي كلها وحساب كنتوا الثلاثه معايا بعدين. يلا لم. يا لهوي يا لهوي. ايه يا باشا، صدقني مهما دورت مش هتلاقي حاجه. تمام يا فندم، دورنا على الدولارات في كل حته في الاوضه ما لقيناش ليها اي اثر. شوف ليه؟ لانني قلت لك ان انا ما بشتغلش في الحاجات دي وما صدقتنيش. تمام، انت عرفت تعدي المره دي، لكن اعمل حسابك المره الجايه مش هسيبك. يا ربنا ما يجيبش مره تانية يا باشا. مع السلامه. طب يلا بقى يا اخويا من هنا، يلا يا اخي. مش حاوي اهو الدولارات بتاعتك دي. يالا الدولارات بتاعتك اللي انت سايبها مع انصاف. الغيارات دي غيارات. ايه غيارات؟ بتستهبل. دولارات اهي. دولارات دي ولا مش دولارات؟ بتستغل سذاجة الست يعني؟ تستهبل. انا بقى هتصرف معاك. ماشي، انا المفروض كنت ابلغ البوليس. مساء الخير. انا كان المفروض، بس انا عامل الدولارات دي لازماني. هاتوه. شفت يا جماعه انا مظلوم؟ طب يا زيزو بيقول لهم حاجه ده ياخدوني. اركب. اقول لهم حاجه؟ يا سلام، ما انا قلت كل حاجه. مع السلامة يا ربيع. سلامة يا حبيبي، ما تقطعش الجوابات. ألف سلام عليك يا عبدو أخوي. الله يسلمك. ما تاخذنيش، أنا ما كنتش معاك الصبح وقت العملية، كنت مشغول يا سيدي. عارف عليوة، الدنيا حر والصيام ومشاوير برضو بتتعب. لا 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 لا، لا. مش قضية حر ولا صيام، لا، كنا في دمياط يا سيدي بنختار العفش عشان يبقى جديد وحلو وجامد ويعيش. يا راجل يا عجوز، تروح دمياط عشان تجيب عفش يعيش؟ مش لما نعيش احنا الاول. يا راجل، يعني ده احنا نعيش ولا العفش كمان يعيش؟ ده حتى حرام. ربنا ما يحرمكم من ضحكتكم دي ابدا. اقول لك ايه؟ ايوه، والنبي ما تمسكينا بس تفهميني ايه الكلام اللي انت بتقولولي ده، عشان انا مش فاهمه منه حاجه. هو ايه اللي في كلامي وما انتش فاهماه؟ ريش ايه اللي انا لازم اقصقصه له؟ انا ما بعرفش اعمل كده. انا هفهمك، الريش ده تعبير مجازي عن انك لو سبتي الراجل يعني يطلع له ريش هيطير ويروح لحد غيرك. في السن ده هو في نفس يطير؟ مش قادر يتجوز يبقى يقدر يطير. انا هفرجك. بصي، شايفة عبده لا حول ولا قوة، نايم على السرير لا بإيده ولا برجله. شوفي دلوقتي اللي هيحصل. اصبري، اتفرجي اتفرجي على الصحوة اللي هتجيله لما الممرضة تدخل. أي خدمة يا فندم؟ حبيبتي، ميعاد الدواء. حاضر. شايفة؟ أهو، شايفة الصحوة اللي جات له؟ كل رجالة كده، تقصقصي ريشه وما تقصقصيش ريشه.
بيحبوا الرمرمة شكل قوي. لا 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 اللي عليها اللي هو مش كده خالص. والله انت على نياتك خالص. النفس اقول لك شده وتزول لما بعد اللي شفته عندك هنا يا ريت تاخدني مرافق. انا عارفه ان انا محقوقه له بس يرضيكوا يعني اللي عمله في الواد ربيع الغلبان انا مش ممكن اسامحه ابدا. استهدي بقى بالله يا ست صفصف معلش. وبعدين ما هو اصلا كمان غلطان. يعني انت يا ست صفصف كنت هتتبسطي لما تلاقي البوليس داخل عليا البيت وبيقبضوا عليا؟ وهو البوليس ايش عرفه يعني ان ربيع شايل فلوسه هنا؟ يعني انت اللي مزعلك في الموضوع كله ان ربيع اتقبض عليه وانا السبب. ما خلاص بقى بابا الموضوع خلص مش طالبه الهري ده كله. الهري ده كله؟ تقولي لابوك الهري ده كله؟ ماشي اصبر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جميله؟ عمي عامل ايه؟ الحمد لله بقى احسن كتير. وبعدين وانا ماشيه كان باباك لسه واصل عنده فقعد معاه وسلمني. طب ممكن نروح نزوره؟ لا كلها كام يوم وتروحوا تزوروه في البيت، هو مش عايز حد يشوفه في المستشفى. عجبك اللي جوزك عمله ده يا جميله؟ عجبني جدا. ولو عبد العزيز ما كانش عمل كده كنت انا بلغت عن ربيع الزفت ده. يا سلام، يعني هو مش من حقه يقلب عيشه يعني؟ يقلب عيشه مش يقلب الناس الغلابه اللي هو بيعمله ده. هو اللي بيغلي سعر الدولار وبيخلي كل حاجه في البلد تغلى. بالظبط كده، واللي بيدفع الفرق ده هم ناس الغلابه، والناس الغلابه اللي بجد مش اللي عاملين نفسهم غلابه زي ربيع. انا داخله نام. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. بتحاسبين عليا؟ الحمد لله ان الموضوع عدى على خير. الحمد لله. انا عايز اعرف انت عرفت ازاي وكاله انباء الشرق الاوسط اللي عندك في البيت؟ ياسمين هاني مكلمتني وحكت لي. ياسمين صحيح انت بتفتش في حاجه الست انصاف؟ انا ما كنتش بفتش، انا كنت بشد هدومي زي لو وقعت على الارض. طب يلا بقى على اوضتكم اتفضلوا. اتفضلوا. عرفت لك بقى مين صاحب امنيه نفسي اخلص منه. على الله ما يكونش كريم وعايز يخلص مني. لا ده بابا، انا كنت في الاول شاكه في خطه، وبعدين لما قعدت معاه النهارده واتكلمنا قال لي انه اخر السنه اللي فاتت لما اكتشف موضوع الورم ده ما كانش بيتمنى حاجه غير ان هو يخلص منه. ان شاء الله يا رب يخلص منه على خير. يا رب. كده فاضل لنا ثلاثه، ياسمين وكريم وحماتي. يا ترى مين فيهم بقى اللي عايز يسيب البيت ويمشي، ومين فيهم اللي عايز يخلي حد اسعد واحد في الدنيا، والمصيبه بقى مين اللي عايز الحمل يكمل؟ ربنا يستر. يا جدعان انا مش مصدق ان احنا خدنا الاجازه وخلصنا الامتحانات. بعدين يا جدعان احنا هنقضي الاجازه كلها بلاي ستيشن ولا ايه؟ ده على اساس ان احنا واخدين الاجازه بقالنا شهرين. يا ابني احنا ما كملناش 10 ايام. ده وايه خلصانه بفضيحه. ما عشان كده بقى انا عايز اظبط نفسي قبل النتيجه ما تطلع ويعلنوا حظر التجوال. بقول لك ايه ده كريم؟ الكنافه بتاعت امك دي اختراع، المفروض تاخد بقى جائزه نوبل في الكنافه. اه ما خدت نوبل في المهلبيه. انت هتزيط يا هو في حاجه اسمها نوبل في الكنافه؟ الناس بتوع الجائزه دول لو جم دقوها يعملوا لهم مسابقه كل سنه وامك اللي تكسبها. بقول لكم يا جدعان فاكس لعب، تعالوا نشوف هنعمل ايه بجد. انا عايز اسافر. بقول لك ايه، هو الشاليه بتاع الواد بوجي ده شغال ولا قالش؟ قالش يا عم، قالوا سافروا امبارح وهيجوا بعد العيد. لا ما انا عايز اسافر، انا لو ما سافرتش هيجرى لي حاجه. بقول لك ايه، ما تيجي نشوف اي حوار دهب شرم بس يبقى في الحنين. بقول لك ايه، ولا دهب ولا شرم، انا عندي حته دين حوار. حوار ايه؟ حد فيكم سمع عن الكاوتش سيرفينج؟ اسمها كاوتش ايه؟ كاوتش سيرفينج. انا اول ما سمعتهم بيتكلموا ما فهمتش زيك كده، وبعدين دخلت على جوجل كتبت كاوتش سيرفينج فهمت. وطلعت ايه بقى الكاوتش دي؟ دي حاجه كده عامله زي الجمعيه، كل واحد من بلد بيوفر اقامه لواحد في بلد تانية مقابل ان الاولاني ده لما يسافر بره يلاقي حد يقعد عنده. اقامه في بلد تانية ايه اذا كانوا كلهم كريم واصحابه كلهم من مصر؟ ايوه ما هم عايزين يسافروا بره. انا شفت كل واحد فيهم بيعمل اكاونت على الموقع ده. اه بس انا لا يمكن اسمح ان كريم يحول الشقه دي لشقه مفروشه انا وامي. طب استنى بس لما اصحابه يمشوا بكلمه. وحد في اصحابه يتجرأ ان هو يتكلم معايا بالجزمه واديله فوق دماغه؟ ولا كريم يعني بص يا انكل، الولد ده اكبر مننا بثلاث اربع سنين ولف يجي ثلاث اربع دول العالم. يعني بص الصوره دي هونج كونج، ودي في المكسيك، اما دي بقى في سريلانكا. ده غير اوروبا اللي لف نصها الصيف اللي فات بالعجله. أنا ما عنديش اعتراض على حكاية السفر في حد ذاته، دي حاجة مفيدة يعني. أنا بس اعتراضي على حكاية الكاوتش مش عارف إيه اللي أنتوا بتقولوا عليها دي. يا بابا ما أنا بعمل كل ده عشان أوفر لك، أنت كل اللي هتدفعه فلوس تذاكر الطيران. يا سلام، ما حسسني يعني إنها تذكرة مترو، ما تذكرة الطيران غالية يا ابني، وبعدين افرض
وفرت لك تذكره الطيران، الاكل والشرب هتجيبه منين؟ انا هقول لحضرتك، الشخص اللي يجي يقعد هنا ده هيكون اقامه مجانيه، انما الاكل والشرب ده على حسابه هو، هيدفعه بالعمله الصعب. احنا ناخد الفلوس دي ونديها لكريم يطلع ياكل ويشرب بيهم بره. يا عم يعني هو مش مسافر يعني في شهر عسل. انا بص اعتراضي كمان على حاجه تانية، يعني انت ترضى يا كريم ان يبقى في واحد غريب موجود في البيت في وجود مامتك واختك؟ اه لا يا بابا، في دي عندك حق فعلا. يعني اقتنعت؟ طبعا. طيب يا ريت تقنع صحابك بقى زي ما انت اقتنعت. حاضر. ها يعني اكيد اهاليهم برضو يعني معترضين. يلا صباح على خير يا اولاد. انت من اهله، انت من اهله حبيبي. يا عم كيو انت استسلمت بسرعه كده ليه؟ مين ده اللي استسلم يا ابني؟ انت هتجنننا، انت مش لسه قايل مفيش حد غريب هيخش البيت؟ افهم بس افهم، كل اللي حصل بس ان انا دورتها في دماغي، لقيت ان فعلا ما ينفعش ان واحد غريب يخش علينا البيت في وجود ماما وياسمين. كل اللي هيحصل ان الطلب هيتغير، بدل ما اكون طالب واحد يجي يعيش معانا هتكون واحده وبمواصفات معينه. قولوا لي انت برنس. انت برنس. شكرا. شكلي حياتي ما شكلي، نومي واكلي حكايتي حكاية، دنيتي مرة ناس تضحكلي وعشرين مرة ما عندها معايا. شايلها عايش مشاكلها، محدش عمري كبرت عليه، كبرت عليه. تعبانين زعلانين، تعبانين زعلانين. ايوه انا زيزو، ايوه انا زيزو.